قصدت بابك ودير بابك ما قصدتوش، ادي الباب مفتوح عمري ما قفلتوش. ايه يا سيدي ابو ياسر بالراحة وعلى الواقف ومش محتاج عزومة اهو. الله 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 يا الله 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 يا الله. أصنت غير بابك ما قصدتوش، ادي الباب مفتوح يا فتاح افتح لنا بابك يا رب. قصدت بابك يا كريم يا رب يا رب، وغير بابك ما قصدتوش، ادي الباب مفتوح عمري ما قفلتوش يا كريم. يا سابل الستر نسمع الامين يا رب. يا سابل الستر يا رب استرها ما تفضحهاش، والغيرك رب انت ابد ما وتحوجناش يا كريم يا رب. والحق يعلى واحنا عن الحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش، زي اللي قبلنا مانو العين 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 عن الحاجب ما تعلاش. إن كنت بتحبي حبي بس لازم تكون حساس. يا سلام. وإذا كنت بتحبي يا حبيبي حبي بس لازم تكون حساس، وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا أخويا على الناس، وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس، واللي ما ترضهوش على روحك واللي ما ترضهوش على روحك ما ترضهوش يا خويا على الناس. كلام هقوله يا قلبي ويا ريت يسمعوه الناس، كلام هقوله يا قلبي يا حبيبي ويا ريت يا ريت يسمعوه الناس، يا ما كان على الدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس، صباحهم رمايم ويدهوسوا عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس، وجنة الخلد حيدخلها من الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس،
متى وصلت الحين يا رب؟ الله الله يا رب أوصلنا يا رب. متى وصلت الحين؟ سلم أبا فاطمة. قل له بحبك هائمة عوقت لأقداري. يا طير وين مراوح نحو المدينة ساري، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. يا طير وين مراوح نحو المدينة ساري، بالله بلغ المدينة.